mentioned. كان سمان طبعاً الكرامز والبلايز والمينيرز كان إيه تحت الريشترات الماتيريا مخصصاً مين اللي بستعمل تحته أكتر حاجة جلسة يا إما مين؟ بس كور بيلد أب فور كرامز عند بريتش كل أنواع الجلسة يا إما أقدر أستخدمها ككور بيلد أب تحت الكراون اند بريتش بس في نوع قلنا سبيسيفيك اكتر للكور بيلد اب حد فاهم هو ايه؟ اللي قلنا شكل وحش فبيعمل ديسكفريشن في التيز فالانديكيشنز بتاعته ان انا استخدمه ككور بيلد اب ها؟ ليه؟ مين الزيك يا جماعه بنتكلم في الجلاس ايونومر في نوع من الجلاس ايونومر قلنا لونه مش حلو علشان نضاف له حاجه حد فاكر؟ السيرم جلاس ايونومر اللي نضاف له امالجم او السيلفر الوي بارتيكلز تمام برضه اخر حاجه فور ماينور ريبير اوف ستيشنز اند كراونز اللي هو برضه السيرم قلنا من استخداماته غير الكور بيلد اب الا لما يبقى فيه سمول ديتشنج في الامالجم بدل ما اعمل ريميك واشيل كل الامالجم ريستريشن علشان اعمل نيو ريستريشن لا ممكن اعمل ريبير للديفكت اللي موجود ده بالسيرمنت بلس ايمون. كيرس كنترول ريستريشن يعني ايه كيرس كنترول ريستريشن؟ يعني لو جالك بيشنت عنده رامبنت كيرس ايه الرامبنت كيرس ده؟ بيبقى كيوت تايب اوف كيرس ويمسك مالتيبل تيث ات ذا سيم تايم يعني جاي لك مثلا من الكمايل للكمايل في عنده بلس 5 او سيرفايكال كيرز ده بيقول عليه رامبنت كيرز ينفع ان انا اشيل الكيرز كله مره واحده واحط بيرمننت ريستريشن مره واحده؟ لا ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ البيشنت ده عنده ايه؟ عنده هاي كيرز اندكس بمعنى اوضح عنده بور اورال هايجين تمام؟ لازم احسن الهايجين بتاعته الاول قبل ما احط البيرمننت ريستريشن يعني حاله زي كده مثلا انا المفروض ان الفيرست تشويس عندي يبقى ايه؟ الكومبوزيت ولكن من الكونترا انديكيشنز بتاعت الكومبوزيت ان انا احطه ان باد اورال هايجين علشان الهاي لايبيليتي ان يحصل ريكارنت كيس تحته فبحط الجلاس ايونيمر ككنترول ريستريشن يعني حاجه تمري كده لحد ما احسن الاورال هايجين بتاعت البيشنت بالاورال هايجين انستراكشنز او انت لازم تستعمل البراش كام مره في اليوم والماوس ووشز ومش عارفه ايه واقول الانستراكشنز اللي المفروض يمشي عليها علشان تتحسن الاورال هايجين. لقيت الدنيا تمام خلاص بشيل الجلاس ايونيمر لانه دي تاكلي ان ستيبل مش هيقعد معاك كتير شكله حلو زي الصوره عندكم كده فانا بقول الحشوه دي مؤقته لحد ما الاورال هايجين بتاعتك تتحسن وبعدين هنشيل الجلاس ايونيمر ونحط الكومبوست تمام؟ وفي الارتي ريستريشن او الاوتوماتيك ريستراتيف تريتمنت وده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت ان في الاماكن اللي ما فيش عندي افيلبل اكويبمنتس اقدر ان انا اعمل بيها يعني مثلا عندي تيتا في البيت تعبانه وانا ما عنديش في البيت ولا يونت ولا كونترا ولا لايت كيور ولا ارضمتر ولا الكلام ده سابلي انا بعمل ايه؟ ريموفل اوف سوفت كيرز ولازم لما يكون في سوفت كيرز يعني في كابيتيتد ليجن زي اللي قدامكم في الصوره كل اللي انا بستخدمه هاند كاتنج انسترومنتس اكسكافيتور تشيزلز هاتشيت جنجبر مارشنال تشيمبرز كلها هاند كاتنج انسترومنتس طبعا ما فيش نطق خالص وبعدين بحط الريستريشن بتاعت ايه الريستريشن اللي بيحصل فيها كيميكال كيورينج يعني انا مش عايزه اي جهاز علشان يعمل لي ليها ميكسينج الجلاس ايونومر او طبعا الكيميكال كيورينج كومباست بس الكيميكال كيورينج كومباست الدروباكس طبعا بتاعته وحشه جدا ف التشويس اللي قدامي ان انا احط او ان انا استعمل الجلاس ايونومر وقلنا ويتش تايب اوف جلاس ايونومر انديكيت ان ايه ار تي ريستريشن حد فاكر؟ اي نوع انا بحطه في ستريس كيرنج اريا يعني انا عايزه بلس ايونومر دي هاي ميكانيكال بروبرتيز لا مش ريزن موديفايد يعني انا عايزه لايت كيو ريزن موديفايد دي هاي ميكانيكال بروبرتيز بس انا بقول لك انا هستعمله في اي ار تي ريستريشن يعني ما فيش معايا اي جهاز من الاجهزه لا انا ايونومر برضه ريزن موديفايد
Highly felt the glass ionomer. The high filler loading هو ده اللي بيستحمل الستريسز في الستريس بيرنج اريز، وفي نفس الوقت بيحصل له كيميكال كيورنج، يعني مش محتاج مني الايكويبمنتس. طيب كونترا انديشنز امتى بقى ما اقدرش خالص استعمل الجلاس انيمال في الستريس بيرنج اريز اند بيرمننت تيز؟ احنا قلنا نقدر نستخدمه كلاس 1 وكلاس 2 في البرايمري تيز، ولكن ما نقدرش نستخدمه في البيرمننت علشان الهاي ستريس اللي الناس عليهم هو اصلا ليه بور ستريس بروفرز. فكلاس 2 اند كلاس 4 ده كونترا انديكيتد ان انا استخدم فيها الجلاس ايمر بكل انواعه. وانت تعرف از اوف برايم كونسرن، يعني لما البيشنت لا انا المنظر عندي اهم حاجه، ده في الليديال سيرفيس اوف انتيريور تيز. ممكن احط له الجلاس ايمر زي ما احنا قلنا، بس از ا كنترول ريستريشن، يعني حاجه كده تمبري لحد ما الاورال هايجين تتحسن وبعدين ارجع احط كومباس. الكافيتي ديزاين في الجلاس ايمر، تعتقد الجلاس ايمر في الكيميكال بوندنج بتاعته للتوس استراكشن، هل هو محتاج كافيتي ديزاين محدد؟ لا خالص. يبقى الكافيتي ديزاين بتاعته تيك ذا اوتلاين اوف ذا ديفكت، يعني جاست ريموف ذا ليجن وخلاص، مش محتاجة خالص فارتر اكستنشن رادر ذان ذا ديفكت. يعني في الكومبوزيت كنا بنقول برضه نفس الجملة، ولكن بنزود حاجة على الكافيتي ديزاين علشان هو مش كيميكال بوندنج مع الكونستراكشن، هو مايكرو ميكانيكال. فاكرين ايه الحاجة اللي بنزودها في الادهيسيف كافيتي ديزاين؟ كنا بنشيل الليجن وبنعمل ايه كمان؟ وخلاص ولو في حاجة كمان بنزودها؟ بنزود The steps of application of glass enamel زيه زي أي طيب من الريستوريشنز الثانية. أول حاجة selection of glass enamel type. إحنا في عندنا أنواع كتير اتكلمنا عنها في classification المرة اللي عدت. فلازم أشوف الحالة اللي قدامي إيه متطلباتها، على أساسها هقدر أحدد نوع الجلاس enamel اللي أنا هستخدمه. يعني لو control restoration زي ما إحنا اتكلمنا من شوية، وانا ان البيشنت ده عنده باد اورال هايجين، وانا محتاج ان انا احط له جلاس انيمر لحد ما الاورال هايجين تتحسن وبعدين ارجع احط له كومبوزيت ريستريشن. في الحاله دي علشان احسن الاورال هايجين يبقى انا محتاجه جلاس انيمر بيطلع كميه فلورايد كتير. من كل الانواع والموديفيكيشنز اللي اتعملت في الجلاس انيمر سيمنت، اكتر نوع بيطلع فلورايد هو الكونفشنال اللي هو كما انزل مش مضاف عليه اي حاجه. يبقى لما اجي استخدم جلاس انيمر از ا كنترول ريستوريشن هستخدم الكونفشنال جلاس انيمر سيمنت. طيب الهايلي فلد جلاس انيمر قلنا هنستخدمه فين؟ ستريس بيرنج اريز. فين بالظبط الستريس بيرنج اريز؟ يعني لو في بيشنت عادي وانا عندي لايت كيور وعندي في جلاس 2 كافيتي ينفع استخدمه؟ ايه اللي بيجبرني ان انا استخدم الهاي فالت جلاس انيمال؟ ها؟ لسه قايلين من شويه الاي ار تي ريستريشن، تمام؟ لما يكون في البيشنت عنده اهم حاجه الايتاتيك، يعني يا دكتور انا هحسن الاورال هايجين تيست، انا برضو عندي الايتاتيك حاجه مهمه جدا، ممكن استعمل الريزن موديفايد جلاس انيمال، ولكن هراعي ايه؟ كميه الفلورايد اللي بتطلع من الريزن موديفايد اقل من الكونفشنال تايب، تمام؟ عندي كراون وهستخدم جلاس ايرمر علشان اعمل كور بيلد اب. ممكن استخدم الكونفشنال تايب وممكن استخدم الريزن موديفايد، بس ليه؟ بدل ما هي حاجه مش هتبان اتعب نفسي ليه؟ ما انا في عندي حاجه انديكيتد للكور بيلد اب اللي هي السيرمت او الميتا رينفورسنج جلاس ايرمر. عندي امالجم ريستريشن وحصل فيها ديفكت، وانا في عندي نوع من الجلاس ايرمر اقدر استخدمه في الريبير ديفكت، اشيل الامالجم كله واعمل رينيك ولا اعمل ريبير للجزء ده سيرمت؟ اعمل ريبير للجزء ده سيرمت. يبقى السلكشن اوف جلاس ايرمر سمعت بيعتمد على الكيس اللي قدامي. تاني حاجة طبعا الايزوليشن اوف ذا اوبريتيف فيلد، زي ما احنا اتكلمنا عن الجلاس ايرمر
and thus I remember insertion very very important. ايه الحاجات اللي انا استخدمها علشان اعمل بيها isolation؟ طبعا الرابر دام the best one. بيبقى معاها السلايفا اجيكتور. مش موجود عندنا الحاجات دي، ممكن نستخدم الكوتون رولز. كل الكلام ده احنا قلناه في الكومبوزيت، هم نفسه بيتقال في الجلاس ايونومر. الكوتون رولز بحطها في كل الاماكن اللي فيها سلايفا اكسبريشن، في البقر فيستيبيول، في الليبيا فيستيبيول، في الفلور اوف ذا ماوس، اوبزيت الستنسنس تحت في الابر عند الابر 7. تمام. لو الكافيتي بتاعي دي صعب جنجفالي، بستخدم ايه ده؟ ريتراكشن كور. انتوا اخدتوه في الكام؟ خدناه في الكمبوزيت. الريتراكشن كور طبعا ده بيتباع في الدنتال ماركتس، مفيش مشكله. لكن في مره رحت الكافيتيريا اللي عندنا في المستشفى عند ام محمد، فلقيت الطلبه بتوع سنه رابعه رايحين بيطلبوا من محمد اللي في الكافيتيريا، عارفين التي باكس، بيطلبوا الخيط بتاع التي باكس. فاللي هو طب ايه يعني، سالت بقى هما بيعملوا بيه ايه؟ فقالوا له هو ده بديل للريتراكشن كورد، مش لاقيين الريتراكشن كورد في الماركتس، فهم جايين بيقطعوا التي باك. فسالت الست هو انتوا موافقه؟ قالت لي دكتور هما بيستفيدوا وانا بستفيد، يعني هما بياخدوا وانا باخد الشاي وكلنا بنستفيد. فعارف اللي هو الجيش بيقول لك اتصرف، هو ده بالظبط. يعني مفيش عندك ريتراكشن كورد، ابسط حاجه الفيت بتاع الجيبك واعمله ريتراكشن. ابلكيشن اوف لاينر اف نيدد. يعني ايه اف نيدد؟ يعني لما الدكت او الكافيتي يكون فيري نير تو ذا بالب، يعني تنتين بلاش تكنس، تبقى ليس ذان 0.5 ملم تقريبا. ايه اللاينر اللي انا استخدمه تحت الجلاس ايونر؟ الكالسيوم هيدروكسيد. Conditioning of the teeth surface. فاكرين في الكومبوزيت كنا بنقول المرحلة اللي بعد كده كانت تبقى ايه؟ Pre-treatment of substrate اللي هي الاتش والبرايمر والبوند. تمام؟ لكن في الجلاس انومال الوضع يختلف، لانه تقريبا اعتماده الكلي على الكيميكال بوندنج ليد تو ستراكشر. ولكن قبل ما احط الجلاس انومال لازم اعمل conditioning. ايه الفرق بين الكونديشننج اند اتشنج؟ ها؟ مش بيعمل ديمينرايزيشن. ايه؟ بيعمل ديمينرايزيشن. بيعمل ايه؟ ها؟ الصورة اللي قدامكم بتوضح الكلام. ده ايه اللي فوق ده؟ اللي فوق ده ايه؟ كونديشننج ولا اتشنج؟ اتشنج. تمام؟ كومبليت ريموفل اوف سمير لاير اند سمير بلاك والانتينال تيبيولز، ما فيهاش أي حاجة، اوبندو جاهزة فور ريزن انفلتريشن. ولكن الكونديشننج بستخدم ويك بولي اكريليك اسيد فور اونلي 10 تو 15 سكندز تقريبا. بيعمل ايه؟ ريموفل بس اوف سمير لاير اللي هي انترفير مع الكيميكال بوندنج بين الجلاس انيمال والستراكشر وذاوت ريموفل اوف سمير بلاد. يعني شايفين الانترنال تيبيولز لسه ما قافله السمير بلاد. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه ان السمير بلاد تفضل مع الجلاس انيمال؟ حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ بسم الله تفضل مع الجلاس انيمال. وحشة؟ أيوة. لو وحشة كنا سيكشناها، احنا هنغلب فيها. ها؟ أكيد حاجة كويسة. طب ليه حاجة كويسة؟ برافو عليك، عشان تقلل الهايبر سنسيتيفيتي. مفيش حاجة أحسن من الناتشرال باريرز اللي بتبقى موجودة طبيعيًا في الاستراكشن. يعني السمير لاير اند سمير بلاد دي ناتشرال باريرز اجينست بوست اوبرتيف هايبر سنسيتيفيتي. ولكن انا علشان اعمل كيميكال بوندنج بين الجلاس ايونر وبين التو ستراكشر لازم ريموفال اوف سمير لاير. ولكن السمير بلاد وجودها مهم جدا، انا مش محتاجه ان يحصل انفلتريشن انسايد ذات التايرنت جلوز، ولكن محتاجه وجود السمير لاير علشان ما يحصلش هايبر سنسيتيفيتي. الستيب نمبر 5 سلكشن اوف ماتريكس باند اف نيدد. يعني لما يبقى في عندي كلاس 5 زي ده بجيب ماتريكس باند وبعمل لها ادابتيشن اجينست ريستريشن لحد ما الريستريشن يحصل لها سيتنج. دي ماتريكس باند سيرفايكال ماتريكس باند ري كونتور، و يعني هي كونتور على
المشكل بتاع كلاس 5، ولكن لو هعمل مثلا في كلاس 3 كافيتي هستعمل ايه؟ زي وزي الكومبوزيت اللي هي المايلر ستريبس. Pre-portioning, mixing and placement. لو انا هستخدم الجلاس ايونومر كيميكال كيور اللي هو عباره عن باودر الليكويد، لو انا هستخدمه كاليوتينج سيمان ماده هلزق بيها الراوندز واللايز والبنيرز، طبعا هيبقى الباودر ليكويد ريشيو اقل من لو انا هستخدمها كبيس ماتيريال او كريستوراتيف ماتيريال. يعني لو انا هلزق بيها هحتاج الميكس فلوب شويه علشان اقدر ان انا احطه جوه الكراون او جوه اللاي واعمل بريشر ويطلع الاكسس ويحصل سيمنتيشن. تبقى الباودر ليكويد ريشيو اقل من السيمنت، لابس تيشيرت احمر واللي جنبه اطلعوا بره. بصيتكم كذا مره مفيش اي احساس باي حاجه. يلا. ما تقوليش ليه وعامل بريق. يلا اتفضلوا. اسفين على ان من اول محاضره ما بدات ساعه ما دخلت وانتوا كلام وضحك ما اعرفش عن ايه، يا تضحكونا معاكم يا تطلعوا بره. ماشي، انتوا من ساعه ما دخلت وبصيت لكم كذا مره. يعني طلعت انت بس الراجل ده بقى ايه؟ اقعدوا بقى وقفوا مره لو سمحت. تمام؟ يبقى الباودر ليكويد ريشيو بتاع الجلاس ايرمان لو انا هستخدمه اسال يوتينج السمان المفروض يكون كام؟ 1.5:1 تقريبا. طيب لو انا هستخدمه كبيس ماتيريال او ريستوراتيف ماتيريال المفروض نسبه الباودر ليكويد تزيد علشان انا عايزاه تيك شويه عن اليوتينج سيمان، فالمفروض يبقى من 3:1 up to 4.5:1. مينتننس طبعا كل الستبس اللي احنا قلناها بتاعت الجلاس ايرمر في كوم، ومينتننس اوف ووتر بالانس ده كوم تاني خالص. احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت انه فيري سنسيتيف للهايدريشن اند دي هايدريشن، والكمبليت ووتر بالانس بيحصل تقريبا افتر 24 اورز افتر انسرشن. يعني 24 ساعه بنقول للبيشنت ده حاول ما تاكلش على الناحيه دي، واول ساعه بقول له حاول ما تاكلش او تشرب اي حاجه لحد ما الساعه تعدي وتاكل على الناحيه الثانيه لحد ما ال 24 ساعه تعدي. ولكن انا طبعا ما اعتمدش على البيشنت انستراكشنز دي ان هو يسمع من هنا ويطلع من الناحيه الثانيه على طول. فانا بعمل ايه؟ بعمل maintenance of water balance. بعملها ازاي؟ ان after insertion انا بستخدم حاجه اسمها water proof seal، يعني ماده عازله للميه تعزل الريستريشن دي عن الميه. يعني عارفين انتوا لما هتشتروا، خصوصا الاولاد لما يشتروا الجواكت بيقول لك water proof seal، عارفين الجواكت اللي بتبقى زي الجلد كده شويه تلبسها وقت المطر وما تعديش، يعني تمشي بيها في المطره ما تلاقيش نفسك من جوه برد، لا هي ووتر بروف سيل ما تعديش الميه من خلالها. هو بالظبط النوع ده من الماتيريالز انا بستخدمه علشان احافظ على الجلاس ايرينومر من المويستشر سنسيتيفيتي. ففي انواع من الجلاس ايرينومر بيجي معاها الووتر بروف سيل بتاعها زي الفوجي، كل انواع الفوجي جلاس ايرينومر بيجي معاها حاجه اسمها فوجي كود بعمل بيه برودكشن للريستوريشن او فوجي فارمش. طيب انا ما عنديش وما جبتش نوع من انواع الفوجي خالص وعندي جلاس ايرمر من اي شركه ثانيه، ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم البوندنج ايجنت بتاع الكومبوزيت اللايت اكتيفيتد ريزن بوند، ممكن استخدم الفارمش العادي دلوقتي في لايت كيور فارمش ممكن استخدمه، الفازلين برضه ووتر بروف سيل ماتيريال او باتر كاكاو اللي زبده الكاكاو موجوده مع كل الفريلز. زي في بنوته صغننه جات لي عملت لها ريستوريشن فحطت لها جلاس ايرمر، فهي كانت عامله قبل كده ريستوريشن عند حد تاني فقالت لي يا دامتي انت هتحطي لي روج النهارده، فاللي هو روج ايه؟ قعدت افكر شويه تقول لي اللي بتحطوه في البق ده انا برضه دماغي رايحه لمكان تاني خالص. فبعد ما خلصت فمامتها بتقول انا طلعت كان عندي تنتين بوندنج ايجنت عادي بتاع الكومبوزيت، قالت لي لا انتوا مش كنتوا بتحطوا زبده كاكاو كده بعد ما قلت لها هو فعلا ده نوع من الووتر بروكسيل بس انا ما عنديش. فهي البنت جايه اصلا علشان موضوع
الأخبار مش دخل أو ما يمشوا في الحجة يعني محملات كده طبيعتهم كده. خلصنا الكلاس علمًا شابتر خفيف لطيف ظريف. هنتكلم عن حاجة اسمها hybrid materials between composite and glass علمًا علشان الأدفانتج اللي في الجلاس علمًا والأدفانتج اللي في الريزن composite. عملوا حاجة كده 2-in-1 mix علشان ياخد المزايا من ده والمزايا من ده. أول نوع الريزن موديفايد جلاس علمًا. ريزن موديفايد يعني ايه ريزن موديفايد؟ يعني هو في الأساس جلاس علمًا تمام؟ بس أنا عملوا له موديفيكيشن إن حطوا فيه شوية ريزن، يعني الباودر بلس أينومر واضح وصريح وكل حاجة. تراديشنال بلس أينومر وذ سمول أديشن أوف لايت كيورينج ريزن. الباودر عبارة عن إيه؟ بلس أينومر بارتكلز ما فيهاش أي ريزن خالص. اللب فين؟ في الليكويد. الليكويد بتاع الكونتنشنال بلس أينومر كان عبارة عن إيه؟ بولي أكريليك أسيد تمام؟ حطوا مع البولي اكريليك اسيد شويه مونيمر اللي هو الهيدروكسي ايثايل بيس اكريليك بنسبه من 15% ل 25%. فالقطره قالت تحول من الكونفشنال جلاس ايونر للريزن موديفايد جلاس ايونر. طيب السيتنج رياكشن بيقع تحت نوعين من السيتنج رياكشن، ديول سيتنج رياكشن اللي هو الاسيد بيس بتاع الجلاس ايونر والبوليمرايزيشن رياكشن بتاع الكمبوسيت. ليه عملوا الحوارات دي؟ علشان ياخدوا الادفانتجز الكتير زي لونج ووركينج تايم. الجلاس ايونر الكونفشنال الكيميكال كيور كان ما بيسمحليش وانس ان انا حطيت الريستريشن بتاعتي ابدا اعمل لها فانشنج ولا كونتورنج ولا القصص دي كلها مش هينفع بلاقيها مش مني تمام؟ فلا لما يبقى فيها ريزن بارت يعني ما بيحصل لهاش كومبليت سيتنج غير باللايت كيور انا معايا اكستندد وركينج تايم اقدر اعمل فيه شيبنج للريستريشن اند كونتورنج زي ما انا عايزه تمام؟ طيب ايه كمان تاني؟ شارب سيت اون فوتو كيورنج زي في الكومبوزيت لما بنتسال زمان ايه الماتيريال اللي تقول لها ست ست؟ ها؟ مين اللي بايدك مفتاح اللعبه؟ كومبوزيت. في حاجات تانية دلوقتي الريزن موديفايد الجلاس ايونر دي الريستريشن من الريستريشنز اللي كلها ست تسد. ريزيستنس تو ايكوس اتاك زي ما اتكلمنا من شويه ان السنسيتيفيتي للهايدريشن اند دي هايدريشن موجود اكتر في الكونفشنال تايب تمام؟ طول ما في اسيد بيز رياكشن كيميكال رياكشن لسه شغال يبقى السنسيتيفيتي موجوده. وانس ان حصل كيورنج دي اللايت كيور خلاص السنسيتيفيتي دي بتقوم. ودي من المزايا لازم موديفايد بلس ايمر ان انا اقدر اعمله فينيشنج اند بولشنج ان ذا سيم تايم افتر لايت كيورنج. لكن الكونفشنال ما اقدرش اعمل له فينيشنج اند بولشنج الا بعد 24 ساعه علشان يحصل كومبليت ووتر بالانس. امبروفد ايتاتيك كواليتيز طبعا الكلر ستابيلتي بتاعته احسن من الكونفشنال تايب. Improved strength properties طبعا احسن من الكونفشنال. الهيما اللي هو المونيمر اللي احنا ضفناه علشان يبقى ريزن موديفايد هيدروفاليك مونيمر فبيزود الويتابيلتي عند ادابتيشن للتوس ستراكشر تمام. والريزن كومبوننت اللي احنا حطيناه بيعمل بوندنج مع الريزن كومبوزيت علشان كده اقدر ساندويتش تكنيك. يعني لما اقول لك which type of base material I can use under resin composite هتقول لي glass ironmer لوحده غلط. لازم تقول لي resin modified glass ironmer علشان resin component اللي فيها هتعمل bonding مع resin composite. طيب عيوبه ايه؟ زي ما المونيمر الهيما هو قص المصايب في الكومبوزيت اكيد برضه قص المصايب في الريزن موديفايد جلاس ايونر. زي ما احنا قلنا هو هيدروفيليك ماتيريال. هيدروفيليك ماتيريال يعني كان ابسورب ووتر كان ابسورب ستين فمشكله برضه انه بيحصل له ديسكولاريشن اوفر تايم. ليميتيشن اند دفت اوف كيور يعني جلاس ايونر العادي احنا بنحطه ان بالك حاجه واحده وبنسيبه بيحصل له كيميكال كيورنج مع نفسه. ولكن الريزن موديفايد زيه زي الكومبوزيت لازم احطه ان انترنت
والتكنس اوف اتش انكريمنت المفروض يكون كام؟ 2 مللي. تمام؟ والديس ادفانتج الاخيره ان هو بيطلع فلورايد زي جلاس ايرمر، ولكن كميه الفلورايد اللي بتطلع اقل من الكونفشنال الستبس اوف مانيبيوليشن. حاجه كده ميكس بين الجلاس ايرمر والريزن كومبوزيت. يعني في ريزن كومبوزيت كنا بنعمل اتشينج وبرايتنج وبوندنج، لا هنا مش محتاجين نعمل اتشينج لانه بيعتمد على الكيميكال بوندنج مع الستراكشر، بنعمل كونديشننج. تمام؟ ولكن لازم استخدم ماده ادهيسيف ماتيريال تساعد في المايكرو ريتنشن بتاع الريزن كومبوزيت. فبستخدم تيشن كونديشننج بلس الادهيسيف سيمنت. الباكنج انكريمنت زي ما احنا قلنا بنبقى مور ذان 2 ملم. والستبس اخر ستب من فينشنج اند بولشنج ممكن اعمله immediately after curing غير الكونفشنال تايب. في منه كذا نوع من الريزن موديفايد. في منه لايت اكتيفيتد زي الفوج اكفال والفوجي 2 لايت كيور. في منه كيميكال انديوس زي الفوجيات، وفي منه ديوال كيورنج يعني بوست لايت اند كيميكال زي الفيتشيجن. تاني نوع من انواع الهايبريد ريسبريشن البولي اسيد موديفايد ريزين كومبوزيت. بولي اسيد موديفايد يعني هو اصلا ايه؟ كومبوزيت ومعمول له موديفيكيشن. كومبوزيت وعامل نفسه بلاس ايرنمر، لكن الاولاني كان ايه؟ بلاس ايرنمر وعامل نفسه كومبوزيت. تمام؟ يبقى البولي اسيد موديفايد ريزن كومبوزيت او الكومبومان اسمها كومبو كومبوزيت، هي اللي جت الاول يعني هو في الاساس كومبوزيت وهي جايه من ايرنمر يعني الموديفيكيشن اللي نزلت عليه. تمام؟ يبقى هو كومبوزيت ولكن في فلورو الومنيوم سيليكيت باودر اللي هي جلاس ايرنمر هي الفيلز. تمام؟ يعني الريزن ماتريكس بتاعتها ما اتغيرتش زي ما هي، ولكن الفيلرز اللي موجوده فيه عباره عن جلاس ايونيمر فيلرز. بلس ان البولي اكريليك اسيد بتاع الجلاس ايونيمر اتضاف على الفيلرز دي وعمل حاجه اسمها بولي اكريليك اسيد تشين علشان يعمل رياكشن مع الريزن ماتريكس اللي موجوده. تمام؟ يبقى احنا في عندنا ريزن ماتريكس، الريزن ماتريكس دي بتضاف لها بولي اكريليك اسيد تشين، والفيلرز اللي موجوده في الكومبومير هي عباره عن بلاس ايونيمر بارتكلز. تمام؟ السيتنج رياكشن بتاعه ميري بوليمرايزيشن رياكشن، يعني كميه الاسيد بيز رياكشن اللي بتحصل فيه فيري ليمتد غير انه نوع الاولاني الريزن موديفايد كان الاثنين تقريبا عند بعض. الاسيد بيز رياكشن بوليمرايزيشن رياكشن تقريبا ذا سيم، ولكن في الكومبوزيت لا هو ميرلي بوليمرايزيشن رياكشن والاسيد بيز رياكشن اللي فيه فيري ليمتد. وبتحصل امتى؟ لما الماتيريال تتعرض لووتر اكسبوجر. وحكايه الووتر اكسبوجر دي مش مهمه بس علشان الاسيد بيز رياكشن يحصل، ده علشان يعمل انيشيشن للماتيريال دي تو ريليس فلورايد. يعني لو ما تعرضتش للميه تبعنا ادخل مش تبعنا. علشان اصلا مش عارف شكل دفعته فاللي هو بيتشد على الماده يعني لو ايه اللي هنا يبقى اطفال. الله المستعان. يبقى علشان يعمل انيشيشن محمد كان بيدخل مدرجات سن رابعه وبيبقى عدد الطلبه فيها مكبرين في قبل المحاضره في سكشن جراحه فبيأخروا فيه، فمره يعني طقت في دماغه كده احنا هناخد غياب النهارده. طبعا المسجات اشتغلت والتليفونات اشتغلت الحق الدكتور بياخد غياب في المحاضره. فإذ فجأة لقينا ايه هيوج نمبر من الطلبه ماليه المدرجات. ففي طلبه اصلا اول مره تدخل يمكن المدرج وتشوف زمايلها، وخصوصا كمان الميلز مع الفيميلز ما يعرفوش بعض قوي، يعني ممكن الفيميلز يعرفوا بعض شويه والميلز يعرفوا بعض شويه، لكن الاثنين ما يعرفوش بعض. فبناخد الكاميرا الجاب بتعدي
كانت قاعده الدكتوره ايه اللي هي المعيده الصغيره اللي عندنا، فدوها ورقه الجامعه لانها طالبه بنفس الدفعه وهم مش عارفين بعض مين دي اصلا. فممكن يبقى هو ده فعلا والله داخل هو مش عارف دول بنات الدفعه ولا مش بنات الدفعه، بص على المبدا اللي بيسكون عندنا. زي ما احنا قلنا الماتيريال دي مش هتطلع كلورايد اللي هو احنا اصلا حاطين الجلاس ايرمر علشانه غير لما تتعرض لميه، ولكن مشكله انها تتعرض لميه هتطلع الكلورايد بس في الاوبزيت سايد هتعمل ايه؟ ديكريز كل الفيزيكال اند ميكانيكال بروبرز بتاعتها، حتى كميه الفلورايد اللي بتطلعها اللي احنا عرضناها للميه علشانها فيري ليمتد، اقل بكتير جدا من الكونفشنال تايب. يعني هي ولا طالت مش عارفه ايه امبارح الشام ولا عنب اليمن، ولا طالت الميكانيكال بروبرتيز الحلوه بتاعت الكومبوزيت، ولا طالت الفلورايد ريليز الكويس بتاع الكلاس ايرمر. فخلاص دي خدها امرها واللي بقت بتتسمى بيه الوي كومبوزيت ريستوريشن ما بقيناش نستعملها اللي هو مين؟ الكونكومير. بعدين عملوا حاجه اسمها فلورايد كونتيننج كومبوزيت يوليمر موديفايد ريزن، برضه هو كومبوزيت في الاساس ولكن حطوا له بلاس ايونيمر فيلرز من غير البولي اسيد شيب بتاعت البولي اكريليك اسيد اللي احنا حطيناها في الكونكومير. تمام؟ كان هو الكومبوزيت الاختلاف ما بينه وبين الكونكومير الثاني في بولي اسيد شيب بلاس الجلاس ايونيمر فيلرز، ولكن ده لا ما فيهوش، في جلاس ايونيمر فيلرز بس. تمام؟ كل اعتماده على البوليمرايزيشن رياكشن، مفيش اسيد بيز رياكشن خالص، برضه للاسف كميه الفلورايد اللي بتطلع منه فيري سمول وانكابابل اوف فلورايد ريتشارجنج، يعني مش زي الكونفشنال جلاس ايونيمر لما تقل كميه الفلورايد وانس ان عادي البيشنت ماوس ووش وتاني فلورايد بيحصل له ريتشارجنج ويبدا السايكل بتاعته من جديد، لا ده ما بيحصلوش كده، والاثاتيك ديورابيلتي بتاعته اقل من الكونفشنال كومبوزيت، يعني تقريبا نفس الدروباكس بتاع الكونكومير. عملوا حاجه ثانيه اسمها الجيمر. الجيمر برضو ده نوع من انواع الفلورايد كونتيننج كومبوزيت، حاطين فيه بري رياكتد جلاس ايونيمر في الريزن ماتريكس، يعني الجلاس ايونيمر عملوا له ايه؟ جابوا كونفشنال جلاس ايونيمر باودر موليكول عادي جدا وعملوا لهم كيميكال كيورنج عادي جدا، وبعدين اخذوا الماس دي وعملوا لها جرايندنج وخلوها ايه سمول بارتكل، يعني بري رياكتد يعني حصل لها رياكشن قبل كده، واستخدموها از افيلرز في الريزن ماتريكس. تمام؟ استخدموا مع البري رياكتد جلاس ايونيمر بارتكل، استخدموا فلورو الومنيوم سيليكيت فيلرز برضه، دي فعلا طلعت كميه كبيره من الفلورايد similar to the conventional type وincapable of fluoride recharging، يعني لو بدي للبيشنت ماوس ووش كونتيننج فلورايد يقدر ان هو يعيد السايكل بتاع الفلورايد ريليز مره ثانيه، يعني اخذ مزايا الاثنين الجلاس ايونيمر دي الكومبوزيت. وذا موست ريسنت وان اللي هو النانو ايونيمر، النانو ايونيمر عباره عن ايه؟ عباره عن ريزن موديفايد جلاس ايونيمر بيحتوي على بلاس ايونيمر فيلرز ان نانو سكيل. تمام؟ ولما اقول نانو سكيل يعني معنى كده ان البارتكل سايز فيري سمول هاي فيلر لودنج، يعني كميه الفيلرز فيها كتيره جدا، وبالتالي كل الفيزيكال اند ميكانيكال بروبرتس امبروفد. في اي سؤال في محاضره النهارده؟ ثانك يو يا سنه ثانيه، كانت ساعه كويسه ويا رب اكون ضيفه مفيده. الأوبريتيف أخذ الفترة